إيش هو عنق الزجاجة؟ كثير سمعتوا بهذا المصطلح من قبل. في هذا الفيديو رح نشرح لكم إيش هو عنق الزجاجة، ورح نحكي لكم ليش هو سلبي للبي سي جيمينج، ورح نعطيكم نصائح عشان تتجنبوه وعشان تختاروا قطع للبي سي متوافقة مع بعضها البعض بأفضل شكل ممكن. بالغالب لما نحكي عن عنق الزجاجة بيكون المقصود عدم استغلال كل قدرات كرت الشاشة في البي سي بسبب محدودية المعالج المركزي CPU. البي سي بوتلنك أو عنق الزجاجة بيصير بالعادة لما يكون أداء كرت الشاشة أعلى من المعالج اللي بيكون غير قادر على أنه يواكبه، والنتيجة هي عدم استغلال كامل قدراته. كمثال، لو كرت الشاشة في دقة عرض معينة بيقدر يعطي معدل 120 إطار والمعالج ما هو قادر يوصل لهذا الرقم، في هاي الحالة راح نحصل معدل أداء أقل. طيب ليش هاي تعتبر مشكلة؟ في أكثر من سبب. في إشي بنسميه فريم تايم، اللي هو الفترة الزمنية بين كل إطار وإطار معروض على الشاشة. كل ما كان الفريم تايم منتظم أكثر، كل ما كان الأداء سلس وناعم. لكن بسبب عنق الزجاجة ممكن تحسوا إنه الأداء متذبذب ومتقطع وغير سلس حتى لو كان معدل الإطارات مرتفع، وبهاي الحالة راح نشوف الفريم تايم أيضا متذبذب والخط متعرج زي ما احنا شايفين على الشاشة، وهذا راح ينعكس على إحساسنا في التحكم واللعب بشكل سلبي. غير انه المشكلة الثانية اللي هي مشكلة اقتصادية بحتة، ليش نشتري كرت شاشة ما راح نستفيد من كامل قدراته؟ مو الأفضل في هاي الحالة نشتري كرت شاشة أرخص ومناسب لمستوى المعالج اللي عم نستخدمه؟ لهاي الأسباب يفضل نتجنب عنق الزجاجة بشكل كامل. كيف نعرف انه عنا عنق زجاجة في البي سي؟ بنراقب معلومات الأداء في اللعبة. ممكن نستخدم تطبيق جي فورس إكسبيرينس لهاي العملية، أو برنامج MSI أفتر برنر مع RTSS، وبنشوف نسبة استغلال البطاقة الرسومية GPU Utilization. خلينا نحكي إنه فوق 90% الأداء راح يكون ممتاز بشكل عام، والبطاقة الرسومية شغالة بأغلب أو كل قدراتها. لكن إذا كان أقل من هيك، من 60-80%، هون احنا عم نواجه عنق زجاجة وفي جزء من قدرات كرت الشاشة مهدر وغير مستغل. احنا هون حاليا عم نستخدم المعالج انتل كور i9 14900K وكرت الشاشة RTX 4090، وعم نلعب ويتشر 3 بدقة Full HD مع تفعيل DLSS Quality، وزي ما نشوف GPU Utilization عم ينزل بشكل ملحوظ جدا. خلينا نشوف ايش رح يصير لو رفعنا دقة العرض الى 2K. ارتفع الـ GPU Utilization، ما عاد في عنق زجاجة أمامنا، صرنا مستغلين كامل قدرات البطاقة الرسومية في هاي المنطقة من اللعبة. نعطيكم شوية نصائح عشان تتجنبوا عنق الزجاجة. دائماً اختاروا معالج وكرت شاشة مناسبين لبعضهم البعض. يعني على سبيل المثال لو اشترينا كرت شاشة من الفئة العليا، نشتري معالج من الفئة العليا، والفئة الاقتصادية مع الفئة الاقتصادية، وبنفس الطريقة الفئة المتوسطة مع الفئة المتوسطة. لا نعتمد على مواقع البوتلنك كالكوليتر إذا كنا حابين نعرف إذا عنا عنق زجاجة، لأنه من تجربتنا هاي المواقع بالعادة غير دقيقة في النتائج. نختار كرت الشاشة المناسب لدقة العرض اللي عم نلعب عليها. دقة عرض 4K بتعتمد على قدرات البطاقة الرسومية بشكل كبير جداً، لهيك دور المعالج ممكن يكون أقل أهمية للي بيلعب بهاي الدقة. الأولوية هون هي شراء أفضل كرت شاشة ممكن حتى لو ما استخدمنا معالج برضو من نفس الفئة. لكن بدقة عرض 2K لازم نكون حريصين على الاختيار الجيد والمتناسق بين القطع، والمعالج دوره مهم جدا للحصول على الأداء المطلوب. ممكن اختيار معالج رايزن 7 من AMD أو كور i7 من انتل يكون فكرة جيدة لدقة عرض 2K مع بطاقة رسومية من الفئة المتوسطة أو أعلى من المتوسطة. لكن دقة عرض الفول اتش دي بتعتمد بشكل كبير جدا على قدرات المعالج، ولهذا السبب بننصح اللاعبين اللي بيلعبوا بهاي الدقة إنهم يكتفوا بكرت شاشة من الفئة الاقتصادية مثل الـ RTX 4060 أو الـ RTX 4060 Ti، لأنه لو استخدمنا كرت شاشة قوي فالمعالج راح يحد قدراتها. لو اشترينا كرت شاشة حديث من الفئات العليا وركبناه على تجميعة قديمة، ممكن نواجه عنق زجاجة حتى لو كان المعالج قوي اللي موجود في التجميعة القديمة. لهيك الأفضل مع التجميعات الأقدم نشتري كارت شاشة من الفئة المتوسط لو حبينا نعمل أبجريد، لكن ما نتوجه لأقوى الخيارات. لو عندك عنق زجاجة في جهازك، إيش الحل؟ أبسط حل عشان تحصل أداء ثابت في الفريم تايم إنك تقيد الأداء من داخل خيارات اللعبة إذا كان الخيار متوفر.
افحص أداء البطاقة عندك في البداية، وبعدين قفل معدل الإطارات على أداء أقل. يعني لو الأداء عندك مثلاً بتراوح بين 120 و150 إطار، قفل الأداء على 120 إطار. ولو اللعبة ما فيها خيار لتقفيل معدل الإطارات، ممكن في هاي الحالة نستخدم برنامج خارجي مثل الـ RTSS ونقفل الإطارات عن طريقه، وهاي الخطوة راح تخلي الأداء جداً مستقر. والدليل لو ألقينا نظرة الآن على الفريم تايم، بنشوف كيف صار الخط أفقي زي ما احنا شايفين على الشاشة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح. لو أعجبكم الفيديو أعطونا إعجاب واشتركوا في القناة.